واقترب عيد الفصح، ذكرى نجاة بني إسرائيل من يد فرعون. وكان على الناس أن يذبحوا خروف الفصح. فأرسل يسوع المسيح بطرس ويوحنا ليعدا عشاء الفصح. شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم إني لا آكله ثانية حتى يتم القصد منه في ملكوت الله. مبارك أنت أيها الرب، يا ملك الكون، يا من تخرج الثمر من الكرمة. خذوا هذه واشربوا جميعكم، لأني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. مبارك أنت أيها الرب، يا ملك الكون، يا من تخرج الخبز من الأرض. هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. لكن ها يد الذي يسلمني تمتد إلى المائدة معي، وابن الإنسان سيموت كما هو محتوم، لكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه. مستحيل، غير ممكن. ماذا؟ من سيسلمك يا رب؟ ليكن الكبير فيكم كالأصغر، وليكن السيد كالخادم. فمن هو الأكبر، الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدم؟ طبعا الجالس إلى المائدة، لكني أنا بينكم كالخادم. أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي، وكما أعطاني الآب أن أملك فهكذا أعطيكم لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتملك على أصباط بني إسرائيل الاثني عشر. ليس هناك خائن إذن. سمعان اسمعني، الشيطان يريد أن يجربكم ليضلكم ويغربلكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني صليت لأجلك لكي لا تفقد إيمانك، ومتى عدت إلي ثبت إيمان إخوتك. يا رب، أنا مستعد أن أسجن معك وأن أموت أيضا. أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني. هل احتجتم شيئا حين أرسلتكم بلا مال ولا زاد؟ كلا أبدا. أما الآن فاحملوا معكم زادا، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا. وأقول لكم، قيل في الكتاب إنه أحصي مع أثمة، وما هو مكتوب عني يجب أن يتم. يا سيد، هو ذا سيفان هنا.
هذا يكفي. واجتمع شيوخ الشعب ليتشاوروا في كيفية التخلص من يسوع، ودخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو أحد التلاميذ الاثني عشر. وذهب يهوذا إلى شيوخ الشعب وقادة الحرس كي يفاوضهم على تسليم يسوع لهم. وفي هذه الأثناء غادر يسوع مدينة أورشليم وتوجه إلى جبل الزيتون ليصلي. صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. وأخذ يهوذا 30 من الفضة مقابل تسليمه لسيده. وكان يسوع يعلم أن ساعة موته لأجل خطايا البشر قد اقتربت، فصلى قائلا: يا أبتاه، إن شئت فأجز عني هذه الكأس، لكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وظهر له ملاك من السماء ليقويه، وصار عرقه كقطرات دم تتساقط على الأرض. لماذا أنتم نيام؟ انهضوا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. بقبلة تسلم ابن الإنسان؟ يا رب، هل نضرب بالسيف؟ هيا اعمدوا عليه. كفى يا بطرس. هل أنا مجرم لتأتوني بعصيكم وسيوفكم؟ في كل يوم كنت معكم في الهيكل ولم تمدوا علي الأيادي، لكن هذه ساعتكم أنتم وسلطان الشر. اقبضوا عليه.